ينضم معنا عبر الهاتف من منطقة القصيم مدير الإدارة العامة لصيانة الحدائق والمزروعات في منطقة القصيم الأستاذ عبد الكريم المسند. أهلا بك أستاذ عبد الكريم، مساء الخير. مساء النور، حياك الله. أهلا بك، شكرا على الاستضافة. أهلا بك. خلينا نتحدث أستاذ عبد الكريم عن أبرز استعدادات الأمانة لزيادة الرقعة الخضراء في منطقة القصيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. تماشيا مع مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد سمو العهد سيدي ولي العهد حفظه الله لحماية الأرض والطبيعة وتجاهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم رجل الميدان، والمتابعة المستمرة اليومية من سعادة أمير منطقة القصيم محمد المجلي المهندس محمد المجلي تولي الأمانة كل اهتمامها على زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة بتكثيف الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء بالميادين والمنتزهات والحدائق وبالطرق والأحياء وداخل النطاق وخارج النطاق، وتتم الأمانة بغرس الأشجار على حسب المكان والموقع المناسب، فالأشجار الظل في الحدائق والتنزهات والأشجار الجمالية في الطرق والميادين والمضامير، والأشجار مكافحة التسحر خارج المدن لتكون مصدات عن الهواء ومكافحة التسحر. مبادرات للأمانة تقدم لأهالي منطقة القصيم للمساهمة في تحقيق هذا الهدف. نعم، يوجد مبادرات وجه سعادة أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي بتوزيع أشجار وشتلات للمواطنين والمقيمين حيث يتم زراعتها في الأحياء وأمام منازلهم. جميل. في مبادرات وتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة بتزويدهم بالأشجار المناسبة بغرسها داخل بناء المدارس، وفي برضه تعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في تزويدهم بالأشجار. جميل. دائما التعاون المستمر بين وزارة الأمانة ووزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يخدم زيادة الرقعة والاجتماعات المستمرة بين الأمانة وفرع الوزارة، وحيث أن الأمانة الآن تستفيد من المعالجة الثلاثية للسقيا. أستاذ عبد الكريم، في بعض المحافظات أو بعض الأمانات في السابق إذا كان هناك حديقة مثلا لم يتم الاهتمام بها أو تشجيرها من قبل الأمانة لظرف ما، وساهم أحد المواطنين مثلا بزراعتها أو تشجيرها، يتم اقتلاع هذه الأشجار بحكم أنه لابد أن تشرف الأمانة على زراعة هذه الأشجار. هل هذا الأمر موجود في منطقة القصيم في حال أنه كان هناك حديقة غير مشجرة يعني لم يصل إليها الاهتمام من قبلكم في الأمانة، أنه يسمح للمواطنين مثلا بتشجيرها وزراعتها؟ بالنسبة للموضوع هذا الحمد لله ما حصل يعني أن أحد المواطنين يعني زرع وجات الأمانة وتم اقتلاعها، لكن لازم نعرف ان بعض الاشجار يوجد فيها التسميه وممنوع الزراعه، مثلا الدفله وفيها تعاميم سابقه يعني على عدم زراعه هذه الشجره وغيرها من الاشجار السامه، لكن يعني اذا المواطن اراد ان يقوم بالتعاون مع الامانه مستعده تشجع على هذه المبادرات من المواطنين. بشكل عام أستاذ عبد الكريم، ما هي الأشجار المناسبة لبيئة المنطقة؟ الأشجار كثيرة للحمد، وتحرص الأمانة على وضع كل شجرة في مكانها المناسب، مثلا الحدائق أشجار الظل زي شجر النيم وشجر الفوكس الأمريكي وشجر الأبخ تعطي ظل وتعطي مساحات كبيرة بالظل وأشجار معمضة، وأشجار ميادين طرق تسعى الأمانة بوضع يعني هوية لكل شارع وطريق يكون من الأشجار المتوسطة في الطول لكونها جمالية وتكون تأخذ الهوية، ولكل شارع يأخذ هويته
كشجرة أو شجرتين بالكثير لكل فريق.